مستوى مؤسسة مجلس الدولة لا يمكن أن تكون من إنتاج القانون العالي، كما لا يمكن أن يكون بشأنها قانون تنظيمي، لأن القانون التنظيمي لا تصدر إلا إذا كان هناك منصوص عليها في الدستور. مثلا إذا نحن جينا عبر طريق القانون وبغينا نديرو يعني مجلس الدولة، ما هي الوضعية النظامية لأعضائه دون تحديد دستوري؟ أين فيه هو المحك الحقيقي الإصلاحي بل وقوام نجاح هذا القطاع لأمته. إذن لا شيء يغني عن الضمير المسؤول أو ما يمكن تسميته بالاستقلال الذاتي عن سلطة المال وعن سلطة الجاه وسلطة الأهواء والشهوات. وعلى هذا الأساس جاء نطاق إصلاح منظومة العدالة بالهدف الرئيسي الثاني، وهو تخليق منظومة العدالة تم إحداثه أخيراً من درجتين ممتازة في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات والتي أصبحت تشمل كافة القطاعات. لكنني أنبه إلى أن التمديد للقضاة أصبح إلى غاية سنة 75، إلى سنة 75. إذن من 65 إلى 75 الآن عندنا الموظفين 63، معناه أن القاضي يمكن يضيف من عمره 12 سنة في خدمة بلاده. هذه المدة ينبغي أن تكون لها درجة خاصة وتعويض خاص. سوف أمر إلى أنه وبالنسبة لهذا الموضوع بقدر ما ينبغي إنصاف القضاة الإنصاف الذي يستحقونه، بقدر ما ينبغي تكثيف إعمال القاعدة الدستورية الذهبية التي تقرن الحقوق بالواجبات وتربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان ثقة أكبر في السلطة القضائية ولتعزيز مكانة المؤسسة القضائية في وجدان الناس. لأن استقلال السلطة القضائية كان بهدف ضمان وتعزيز الحق في العدالة الذي هو من أسمى وأرقى الحقوق. شكرا على إتاحة هذه الفرصة في هذه الندوة القانونية 100%، واللي كتكلم على التقويم ديال ما جاء ما بعد 2000 دستور 2011، وكان النقاش جدي وكان مثمر، واستفدت بصفتي كضيف من الضيوف اللي شاركوا في هذه الندوة بالاستماع وحسن الإصغاء. وتنشكروا كل المتدخلين من الوزراء والنقباء والدكتور المتدخل، كانت الكلمات وازنة وكان التعبير صادق، وكنتمناو الحق القانوني يزدهر في هذا الإطار هذا، ونتمناو المستقبل الزاهر للمغرب. وتنشكروا المنظمين والصاهرين على هذه الندوة هذه الخلاقة، وشكرا. استقلال القضاء كنصوص يجب أن ننكب على استقلال القضاء كأحكام قضائية التي تمس المواطنات والمواطنين، حتى يكون للمواطن شعور بأن شيء ما تغير. لا شعور تغير للمواطنين سواء في الوضعية السابقة أو في ذلك. فلهذا عندما قرأت لكم تقرير نموذج تلموي، الوضع لا زال كما كان بالرغم عن كل ما سمعناه وما تم التنصيص عليه، ولكن نعتبر على أن الأمل مفتوح، وأن ما قامت به نقابة الرباط اليوم هو شيء تاريخي أن تفتح هذا النقاش اليوم. كل الخطب الملكية تتكلم على أن القضاء في خدمة المواطن، في خدمة المواطن، في خدمة المتقاعد. اليوم لا شيء من هذا. عندما تأتي هذه الحكومة أو حتى الحكومات السابقة وتحدد أجالا للبت في الملفات وتضغط بها على القضاء، أية عدالة تطلبونها اليوم؟ عندما يأتي القانون ويقول يمكن للمواطن الذي يحكم عليه ب40,000 درهم لا يحق له الاستئناف ولا يحق له النقد، أليس هذا تمييز على مستوى المال ما بين الفقراء وبين الذين يملكون؟ هذه القوانين التي ستصدر والتي لا زالت موضوع النقاش هي تشجع القوي على الضعيف، وهو قضاء متميز يتسم بالتمييز. كيف تسمح للذي يملك المال 40,000 درهم الذي يأتي الآن في المشروع هو 10 مرات ديال السميك؟ بأي حق تحرم المواطن من أن يستلم بحكم ب40,000 درهم؟ بأي حق أن تمنع من المحكمة التجارية أو محكمة النقد أن تبت في حكم أقل من أكثر من 10 مليون درهم 100,000 درهم في الوقت الذي لا
دقيقة، أنا على الوقت ما كيفيش لا شيء، أنا جاي معايا 70 صفحة خطويتها، أنا ما يمكنليش ندوز ندوز، كنتكلم معكم بقلبي، شنو كاين؟ ما نعيشه وما ستعيشه بلادنا إذا ما تم تمرير بعض القوانين اليوم الذين يفهمونها كأنها متقدمة. القوانين التي حضرت اليوم، التي ستدخل اليوم، فيها أمرين أساسيين، أمر أول وهو حق القضاة على البت بسرعة كيفما اتفق، كيفما اتفق، احكموا السلام عليكم. مصلحة المواطن ممكن، خصني في الأخر ديسمبر حساب، شحال حكمتي من ملف؟ هذه عدالة؟ هذه نجعة؟ النقطة الثانية وأنه قلصوا من ولوج العدالة. ماشي اللي جاي يحكم، ماشي اللي جاي يدخل يمشي للمحكمة. الآن التفكير حتى في الشكايات، اللي بغى يدير الشكاية خصو يخلص. وهذا شيء يمس بالمجهود الذي أتى به دستور 2011، يمس حتى بخطابات جلالة الملك الذي تقول إن القضاء في خدمة المواطن. اليوم كانت الهيئه ديال نقابه المحامين بالرباط نظمت واحد الموضوع جد مهم اللي كيهم فتح ورش تقييم ديال الاصلاح القضاء اللي عرفته بلادنا اللي هو استقلال السلطه القضائيه وكذلك النيابه العامه، واللي كنعتبروا ان التجربه المغربيه هي واحد التجربه فريده من نوعها لا وجود لها في اي بلد حتى في بعض الدول الكبرى، نظرا للوضع الهندسه الدستوريه للمجلس على السلطه القضائيه، وكذلك وعلى الخصوص كون النيابة العامة اليوم أصبحت مستقلة عن السلطة التنفيذية خلاف الأوضاع التي كنا نجدها في بلدان أخرى، ولكن ورش التقييم لابد أن يبدأ من أجل تحسين الأوضاع وحتى تكون الأمور تمشي الأمور في الاتجاه الذي أراده بلادنا وأراده جلالة الملك لهذه البلاد. شكرا لك.